عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نحرق اجتهاد الأصدقاء، راح نشوفوا كيف راح يكون حظنا مع الصناديق. صناديق لدي 16 صندوق، يا ترى هل سيكون عندي الحظ وأتحصل على 30,000 مجوهرة، أم يكون حظي تعيس وأتحصل على الرقائق الزرقاء؟ نحن أول واحد، يا الله ما شاء الله. أول واحد راح يفتح رقيقة زرقاء، يعني ما راح يكون عندي حظ، إن الوضع رقيقة زرقاء، رقيقة زرقاء. رقيقتان. رقيقة. ليس هناك، مازال 9 صناديق، ليس هناك حظ، حظي تعيس. 30,000 درهم، والله لا. يا سادة، نريد 30,000 درهم. لا يوجد أي حظ، ما زلت 3 صناديق. لا يوجد حظ، لا يوجد ولا أي حظ. 87 رقيقة، راح نحرق أبو الرقائق. نحرق قنبلة الرقائق. يعني نريد الحصول على هذه الجوائز. التي تكون فيها هدايا.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على متابعة الفيديو، حظنا كان سيء جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نحرق استعادة الأصدقاء، راح نشوفوا كيف راح يكون حظنا مع الصناديق. هاي الصناديق لدي 16 صندوق، يا ترى هل سيكون عندي الحظ وأتحصل على 30,000 مجوهرة أم يكون حظي تعيس وأتحصل على الرقائق الزرقاء؟ أول واحد، يا الله ما شاء الله. أول واحد راح يفتح رقيقة زرقاء، يعني ما راح يكون عندي حظ من الوضع رقيقة زرقاء. رقيقة زرقاء، رقيقتان، رقيقة، ليس هناك، مازال 9 صناديق، ليس هناك حظ، حظي تعيس، 30,000 درهم، والله لا. يا سادة نريد 30,000 درهم. لا يوجد أي حظ، ما زلت 3 صناديق. لا يوجد حظ، لا يوجد ولا أي حظ. 87 رقيقة، راح نحرق أبو الرقائق. نحن نحرق قنبلة الرقائق.
يعني نريد الحصول على هذه الجوائز. التي تكون فيها هدايا. يعني ما في، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على متابعة الفيديو. حظنا كان سيء جدا.